نعم، يعني عمليات الإخلاء لا زالت متواصلة حتى هذه اللحظة. نحن نتحدث عن أكثر من نصف مدينة خان يونس طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي السكان فيها بالإخلاء، تحديدا المناطق الشرقية جميعها وجميع المناطق في الجنوب الشرقي، وتقريبا نصف مدينة خان يونس وسط المدينة، الكتيبة، سطر الغربي، الشرقي وحي المحطة، وأيضا بعض المربعات السكنية في وسط المدينة. هذه المساحات هي تقريبا أكثر من نصف مدينة خان يونس الآن مطالبة بالإخلاء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي استخدمت فيها الاتصال على هواتف الناس، إرسال بيانات عبر الهواتف النقالة، وأيضا طائرات كواد كابتر لأول مرة تشارك في عمليات النداء على المواطنين، تحديدا في خزاعة وفي بلدة عبسان، تطالب المواطنين بالإخلاء وبسرعة الإخلاء وترك المنازل والأحياء المختلفة من عبسان وخزاعة والتوجه غربا إلى المنطقة الآمنة بحسب زعم الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن عمليات نزوح لعشرات الآلاف من المواطنين. عمليات النزوح قد تستغرق وقتا طويلا لأن الناس معظمها يسير على الأقدام، لا توجد وسائل مواصلات لأنها غير متوفرة، يعني هناك صعوبة كبيرة في توفير وسائل المواصلات لكل هذا العدد الكبير. قد يصل عدد النازحين هذه المرة إلى أكثر من 300 ألف نازح، لأن المساحات توسعت أكثر وأكثر وشملت أحياء كبيرة جدا في مدينة خان يونس، وبالتالي عمليات النزوح أيضا تمت على وقع عمليات القصف الجوي والمدفعي، مع تقدم طفيف للآليات الإسرائيلية تحديدا في منطقة كسوفيم أو شمال القرارة، في منطقة تعرف باسم تبت 86. الدبابات الإسرائيلية الآن تتمركز على هذه المنطقة وتقوم بعمليات القصف وإطلاق النار وسط عمليات نزوح وخوف وقلق وحالة من الرعب بين المواطنين، لا سيما في منطقة القرارة التي تعرضت منذ ليلة أمس وحتى هذه اللحظة إلى سلسلة من الغارات العنيفة التي أدت إلى تدمير عدد كبير من منازل المواطنين وأيضا عدد من الشهداء. نعم. والجرحى الذين تمكنت الطواقم الطبية أو الطواقم الدفاع المدني من انتشال 6 من الشهداء وعدد من الإصابات بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل لعائلة أحمد، كما تم انتشال عدد من الشهداء من أماكن متفرقة. وكانت هذه المناطق التي طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها قد تعرضت إلى سلسلة من الغارات، لا سيما عبسان وبلدة بني سهيلة والشيخ ناصر وخزاعة، أدى ذلك إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي. الآن السؤال الذي يطرحه الناس، إلى أين المفر؟ إلى أين جهة؟ إلى أين مكان يتجهون إليه؟ وما هي المنطقة الآمنة التي تزعم قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة موجودة في خان يونس؟ لا مناطق آمنة، لا أشخاص آمنون. الوضع في خان يونس يزداد صعوبة، خاصة اليوم مع تجديد عمليات القصف الجوي والمدفعي، وأيضا قيام المروحيات بإطلاق عدد كبير من إطلاق النار وقذائف دخانية. كل ذلك يدلل على أن العملية العسكرية الإسرائيلية الثالثة على خان يونس قد تطول أكثر من العملية الثانية التي استمرت 8 أيام وأدت إلى استشهاد 300 مواطن بالإضافة إلى 700 جريح. الأوضاع صعبة هنا في مجمع ناصر الطبي، تم اتخاذ كافة الإجراءات بما توفر من مستلزمات وأدوات طبية. نعم. ارتفعت حالة الطوارئ القصوى. شكرا. تحسبا من وقوع يعني عدد كبير من الشهداء والجرحى. شكرا جزيلا إبراهيم قنن مراسلنا، كنت معنا من خان يونس.